تحسيه عادل إمام حق العالم كله. أهلا واضح، محسن بن منصور. يعني شوفي، أنا الناس اللي بقابلهم في الغالب ما بتكون في حاجات مرة غريبة بتحصل، يعني أحبهم بالعكس، يعني دائما بيكون في مواقف جميلة وكذا، بس ممكن يكون في مواقف يعني طريفة شوية. كان في مهرجان البحر الأحمر آخر واحد، كان في واحدة كبيرة في السن قد أمي مثلا، كانت جالسة بتلومني على الدور اللي أنا سويته في دفعة لندن، إنه ما كان المفروض إن أنا أطلقها بالشكل هذا وقدام الناس، فجالسة بتلوم علي وأنا جالس معاها، اللي هو صح يا خالة وأنت كلامي كله صح، مو على أساس إن أنا قاري السكريبت قبل ما أدخل أصور أصلا يعني. فأيوة أحيانا بتحصل، بس حالات الطريفة أكثر ما هي غريبة يعني. من الأشياء الطريفة اللي بتحصل لي في التصوير، يعني شوفي أشياء كثيرة يعني من في المسلسلات والأفلام اللي عملتها، بس يمكن آخر شيء كان مسلسل بصوره أنا وخالد أنور، كان معايا في المغرب، مسلسل الوعد، إن شاء الله حينزل قريب، إحنا في الموسم الثاني والثالث مبدئيا. إحنا كان عندنا معضلة اللهجة طول المسلسل، عشان يعني احنا لسه جداد على المغرب، وكان الفريق الاخراج طبعا استاذ محمد الخياري وفريقه، كان كلهم تونسيين، واحنا مو مثقفين اكثر حاجه خلينا نقول على لهجات اخواننا المغاربه. فكان بيقول لي المخرج التونسي، محسن انت تنجم تعمل كذا وتنجم تعمل كذا، فبقول له انا عارف ان التنجيم حرام يعني، فبيقول لي لا احنا تنجيم يعني هل تستطيع فعل ذلك ومش عارف ايه. فكان في حاجات من هذه طول الوقت، فكان في اشياء زي كذا يعني بتحصل طول الوقت، يعني اللي هو مس اندرستاندينجز يعني خلينا نقول. اكثر حاجه مجنونه سويتها، لو انت قصدك اشياء مجنونه يعني اشياء خطيره وكذا، يعني اللي هو السباحه مع القروش واكل النار والسكاي دايفنج، انا ما الشخص هذا للاسف. ولكن لو قصدك برضو حاجات المجنونه اللي هي زي اي شاب، اذا ايوه وما ينفع اقولها في الاعلام، فلا ماني الشخص هذاك للاسف. لو كان عندي 24 ساعة أكون غير مرئي فيها، أحس أول حاجة أسويها إن أنا هروح المطار وأركب على طيارات من غير مدفع. يعني شخص لو أنا أقدر أقابل أي أحد، نفسي أجلس مع مايكل جاكسون مثلاً، يعني أحس إنه هو أكبر، يعني أكبر نجم مو بس الجيل هذا، ممكن 4 أجيال ورا بعض. تحسيه عادل إمام حق العالم كله، اللي هو جلس نجم كده من السبعينات وكمل الثمانينات وتسعينات وبداية الألفينات لين ما مات. فكان نفسي يعني أجلس معه أتكلم معه أقول له بس يعني تجربته هذه كيف كانت، كيف تعاملت، كيف حسيت بنفسها، كيف حسيت مع الناس. يعني أحس إنه كان ممكن أتعلم كثير من شخصية زي هذه. شكرا واضح.